ماشي، تحدي شو؟ تحدي على 5 دنانير، برمي بيضة تيجي بهاي الكاسة بدون ما تنكسر. مستحيل يا زلمة. انت شو بدك؟ ماشي يلا. والله معك حق ملك. هلا والله سفاحين. انا جبت طبقين بيض، واحد راح نسوي فيه مقالب والثاني راح نتبرع فيه. بيحكوا عني مش بني ادم. شايف هذا القرش؟ نبله شوي بالمي. تمام. هلا بتقدر تلزقه على صباحك. المطلوب منك انك بضربه وحده تجيبها بالصحن. يلا بدك تجيبها مرتين، اذا بتجيبها مرتين بتربح. كيف جبتها هيك اول مره؟ شو بعرف؟ شو مستحيل مستحيل. خلص لزقت. كلنا خرب. طب والله انك خنزير. انا غبي. احنا قاعدين بالحجر المنزلي صرنا فترة طويلة يا جماعة. كنت عم بشوف مقالب على تيك توك واليوم قررت اسويها في الشباب. عندنا اسلحة الدمار الشامل، بيض، نوتيلا. تمام، رح نغطي البيض في نوتيلا. عندنا هون كب كيك، حبة كب كيك، منيح ضل وحدة لأنه أكلت الباقي. نحط فيها شطة ونغطيها في نوتيلا. إيش بدنا نعمل؟ بدنا نحاول نخلي البيضة تكون شكلها زي الكندر. بدك إياها تكون مرتبة. بيشبهوا بعض؟ يا جماعة شكلها مو مقنع بالمرة، بس أنا عندي فكرة. اسمع، راح أحط النوتيلا على الغاز، راح تسيح، بعد ما تسيح راح أديرها على البيض، وهيك راح ينزل إيش؟ عرفتوا كيف؟ يلا، تكون شكلها حقيقي مش ملعوب فيها، تطلع هاي مبينة إنه في واحد عملها. قولوا يا رب ما نجيب العيد. هيك تمام؟ والله يا جماعة بلاش تطلع دخان. ها هيك بلشت تصير احسن شوي. طلع شوفوا من عمها. هذا الشغل الصح يا عيني. والله اني فنان، والله اني فن شيت. هلا يا جماعه بدنا نحطهم بالفريزر بس عشان يتجمدوا. هاي حطيتها على البيضه بدون ما اغسلها. هلا هيك بكون لحست الدجاجه. الخدعه الثانيه يا شباب. كده 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 شيل هاي. ايوه اوكي. هلا خلي شو، خلي الكب كيك تشربها. ليش؟ عشان تصير بستكيه ولا بدك تنقعها؟ كثير حار هذا الفلفل يا جماعه. يا حرام اللي بده ياكلها. اوكي سفاحين، انا تذكرت شغلة مهمة. هلا هو لما بده ياكل بيضة شو بده يعمل؟ بده يشرب بعدها مي. كيف عقله؟ الحمد لله. كرتك حسن. صب المقلب في حسن. سكر الباب.
غطيت بيضة بيضة دجاج عادي، غطيتها بنوتيلا طعمها احسن. استنى شوي، هلا بعد البيضة هو ايش بده؟ مي فيها ملح. تعمل معي تحدي؟ تحدي؟ تحدي. تحدي ايش؟ تحدي على 5 دنانير، انه ارمي البيضة جوا هاي الكاسة بدون ما تنكسر. تعطيني 5؟ اعطيك 5. يلا. يلا. ايش كزين؟ نجم خلص، على ما اعتقد هيك انبسطت انت. انبسطت. عملت مقلب؟ عملت مقلب. خلص. صح وعافية، بعدين خلص. اوكي. ما في مقلب. مظبوط مظبوط. حسن مرة طعماني أكل بسأس. وفكر إنه راح أنساله إياها يعني. والله اليوم لأخليه زغرت. أنا بشرب أمي. ولا بيضة. تمام، خلينا أحضر البيضة. اسمع خلينا النادي هون، بلاش نوسخ الصالون. بس مش طالع شكلها كندر يا جماعة. خلص معلم أنت طعمية. حسن. تعال كل كندر بسرعة، راح يروح. مش كيك قصدي، بسرعة. تعال معي، امي بعتت لك كيك من الاخر. وين؟ هيو يعني لحق حالك قبل ما يخلصها مروان. خذ يا كبير. اسمع صور، وين عبالي الدنيا بيض يا زلمة. انا شو دخلني تعمل فيا زيك؟ طلع هذا اللي بيجي منك. بس هذا اللي دايك مي وملح. انت طعمي بيض. انت خطير، انت خطير. لا حمودي خلاص، حمودي حمودي انت معاه، انت يا حمودي. لا مش معاه والله، معاه. لا مش معاه. احلف يمين. ايش اللي انه مش معاه. دخلت على المطبخ بعرف شو القصه. انت ليه ما شربتش مي؟ انا هذا اللي زعلان عليه. مش كبير. انا مي عطشان والله. يجي نجي والله. اسمك مكتوب عليها كزن. مش نجي غلط اللي عملته فيه. معلش سامحني والله، غلط اللي عملته فيه. خلص هي بس صار حق قاعد. خلص عيب رقم بتعيده. عشان اكون معك صريح، المي اللي اعطاك اياها حموده كان فيها ملح. ما شربت انا. منيح ما شربتها خلص، لانه ما شربت انا، كنت عصبت اكثر من هيك. ولك في حضره هسه باخذوك. ولا حجر بالي بدي انحبس احسن من عندكم. ولك باخذوك. انحبس احسن من عندكم. طب تعال تعال. زي ما بقول لك. ولك تعال. انحبس احسن من عندكم. طب تعال. حمودي بفتح راسك. لا لا خلص. بفتح راسك حمودي فجور اسمي. طب خلص عشان. انت خنزير. فهمت علي؟ وقتها. برم عليكم الناس. اسف. اسف مين يا زلمه؟ ما اسف مين؟ طب تعال اصبر. فاهم؟ راسك مفتح. لا لا ما بدي. طب قرب قرب. ما بدي اقرب. قرب هات عشان النار. طب انا شو دخلني؟ انا شو دخلني؟ ولا صالح ولا نيجي. انت اخلص. انت بس تخلص. واخلو انك سلم منتي. تعال تعال. لا في كيك. تعال. في كيك. في كيك. روح لشي. روح لشي.